أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل يقال له جهجع من الموالي. قال أهل العلم رحمهم الله على أن بعض من أهل العلم يرى أن هذا الرجل هو الرجل القحطاني الأول، لكن طائفة أخرى من أهل العلم ذكرت على أن هذا الرجل هو رجل آخر، كون النبي صلى الله عليه وسلم قال من الموالي. ومن الرجال الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بخروجهم قبل أو بين يدي الساعة نزول عيسى بن مريم عليه السلام. كذلك أيضا منهم المهدي المنتظر. كذلك منهم أيضا رجل آخر ذكره أهل العلم يسمى السيفاني، وسنمر معنا بإذن الله جل وعلا في خطبتنا بهذه إن شاء الله تعالى. لقائي أيها الإخوة، سأتكلم عن شخصية واحدة من هذه الشخصيات، ألا وهو المهدي المنتظر. نحن نسمع ما بين فترة وأخرى رجال يكذبون يدعون أنهم المهديون، بل أن هناك طائفة يعني قد خرجت في بعض الدول العربية تسمى بالطائفة المهداوية، ينسبون رجلا منهم يقال له المهدي، ويدعون أن هذه الطائفة هي الطائفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رجلا فيهم يسمى المهدي، وهذا كذب بين وافتراء خالص بنص النبي صلى الله عليه وسلم. سأتكلم لكم إن شاء الله في إطلالة سريعة في هذه الجمعة عن من هو المهدي، ما هي صفته، من أين يخرج، ما كان يمكث في الأرض، من أين يبايع، ما هي الحروب والفتن والملاحم التي يخوضها هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل هذه الأسئلة سنحاول أن نفصل فيها بإذن الله جل وعلا. المهدي أيها الإخوة هو رجل من ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رجل مسلم، اسم أبي يصلح الله الناس على يديه، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن ملأت ظلماً وجوراً. اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه مثل اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وسنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك العرب رجل من أمتي يقال له المهدي يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية لأبي داود يواطئ اسم أبيه اسم أبي. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والشاهد من هذا أيها الإخوة أن المهدي هو اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، كما أن اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، وهو من ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل من ذرية الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، خلافا للشيعة الذين يقولون
لكن يعني جمهور أهل العلم يقولون أن المهدي هو من ذرية فاطمة ومن ذرية الحسن بن علي رضي الله عن الجميع. والدليل على هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن حسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي مني من وأوقال المهدي من عترتي من ولد فاطمة من ولد فاطمة. إذا المهدي اسمه محمد بن عبد الله المهدي الفاطمي العلوي الحسني. قلنا حسني نسبة إلى الحسن بن علي، وقلنا فاطمي نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقلنا علوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. هذا هو نسب المهدي المنتظر. أيها الإخوة الكرام، ما هي صفة المهدي؟ كيف نعرف أن هذا المهدي؟ إذ أن هناك رجال كثيرون كما سمعتم يدعون أنهم هم المهدي، فكيف نميز بين أن هذا هو المهدي الصحيح؟ اسمع معي إلى حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قد أخبر بأحاديث الصادق المصدوق بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام يكاد الإنسان يراها رأي عين إن لم يكن يتوقعها، وسأذكر لكم بعض من هذه الأمثلة. المهدي أيها الإخوة صفته أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. الدليل على هذا ما ثبت في سنن أبي داود أو في مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه أو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني أو من آل البيت، المهدي من آل البيت أقنى أو أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً، ويمكث في الأرض سبع سنين، ويمكث سبع سنين. هذا الحديث أيها الإخوة شرحه أهل العلم بقولهم أجلى الجبهة، أي أن جبهته واسعة لا ينمو الشعر الذي على الجبهتين، فجبهته واسعة معروفة. وقوله صلى الله عليه وسلم أغنى الأنف، أي أن الأرنب التي هي في مقدمة الأنف رقيقة، والوسط الذي في الأنف وسط رقيق أيضا تعبيرا عن حسن خلقته عليه. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو المهدي، هذه صفة من صفاته، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا، يمكث بعد أن يبايعه الناس سبع سنين أو ثمانية سنين على حديث آخر في سنن أبي داود أيضا. على كل من صفات المهدي أيها الإخوة أنه يصلحه الله في ليلة واحدة. والدليل على هذا أيضا ما ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وحسن هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: وقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة، أي أن الله جل وعلا يتوب عليه ويهديه ويقومه ويرشده إلى الحق بعد أن لم يكن كذلك في ليلة واحدة. هذه هي قدرة الباري تبارك وتعالى. هذا هو المهدي أيها الإخوة. ما هي الميزة التي يعرف بها الناس أن المهدي هو عينه المهدي؟ أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبث في منامه، أي تحرك جسمه صلى الله عليه وآله وسلم الشريف وتحركت أطرافه وفعل حركة أو فعل شيئا لم يكن يفعله في منامه صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، لقد فعلت شيئا لم تكن تفعله في منامك،
لقد فعلت شيئا لم تكن تفعله في منام، الحديث البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا للعجب، أمتي يؤامرون على البيت، يقسم به البيت الحرام، على رجل من قريش يخرج إلى الكعبة أو يخرج إلى الكعبة، فيأتي قوم على هيئة أو فيأتي قوم يريدون أن يحاربون هذا الرجل الذي عند الكعبة يبايعه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخسف الله بهم الأرض. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن الأرض قد تجمع الناس، يعني قد يكون في هؤلاء من ليس منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن فيهم المستبصر وفيهم ابن السبيل، يهلكون جميعا هلكة واحدة، ويصدرون مصادر شتى، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. مجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحرك في منامه حركة لم يكن يفعلها من قبل، سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، لقد فعلت شيئا لم تكن تفعله في منامك. فالنبي فعل هذا لما أرأى في منامه وأطلعه الله جل وعلا على بعض من الغيب. قال: وعجباه على بعض من أمتي، رجل في الكعبة يبايع عند الكعبة وهو المهدي المنتظر، بينما يعلم أناس أن المهدي المنتظر يبايع عند الكعبة، إذ برجل يقال له سيفان سيمر معنا إن شاء الله، يأتي ومعه جيش آخر، ومعه جيش يريدون أن يذهبون إلى المهدي ليقتلوا. فبينما هم في بيداء وصحراء، إذ يخسف الله جل وعلا بهذا الجيش عن بكرة أبيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا ينجو منهم إلا واحد، فلا ينجو منهم إلا واحد، وهو المخبر الذي يخبر بأن هذا الجيش قد هلك. هذا الحديث في صحيح الإمام، في صحيحين الإمام البخاري ومسلم. الشاهد من هذا: إذا علم أن رجلا ما ادعى أنه هو المهدي، لا يمكن أن نصدق إلا إذا رأينا وسمعنا علما وعلمنا علما يقين أن هناك جيشا قد أعد ثم خسف به من أوله إلى آخره. عندئذ وبويع هذا الرجل عند الكعبة المشرفة، فعندئذ يقال أنه المهدي. لكن أيها الإخوة، الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والتعمق. هذه دلالة واضحة على أن هذا المهدي هو المهدي بعينه. من الأشياء التي ينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام عن المهدي هو أن المهدي بعد أن يخسف بهذا الجيش ويبايع عند الكعبة، تصبح له كلمة قوية بين جميع العرب، فيأتي الناس من جميع أنحاء العالم يبايعونه على الإسلام، يبايعونه على الخلافة، فيبايع المهدي، ثم يكثر صيته، ثم ينتشر، فتتكالب عليه أعداء الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وعندئذ يخوض المهدي معارك عديدة، هذه المعارك تشمل على أولا يخوض معركة مع العرب، ثم يخوض معركة مع بلاد فارس، ثم يخوض معركة مع بلاد الروم أي أوروبا وأمريكا، ثم يخوض معركة أخرى أيضا مع بلاد الترك وهم روسيا والصين ومنغوليا وغيرها، ثم يخوض أو يقاتل المهدي اليهود. كل هذا سنبينه إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وبالخير الذي تكيل به للناس تكال لك. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها
الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي متمسكين على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، أنتم أمراء بعضكم على بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وجاء في رواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول أميرهم المهدي: تعال صل لنا. فيقول: لا، أنتم أمراء بعضكم على بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. هذا الحديث فيه بيان على أن المهدي متحقق أو سوف يخرج لا محالة، على أن بعض من أهل العلم قد أنكر خروج المهدي كما عنوا إلى ذلك عن ابن خلدون، وهذا القول قول لا أصل له، إذ أن الأحاديث الواردة في خروج المهدي تصل إلى حد التواتر كما ذكر ذلك أهل العلم. ومعنى حد التواتر أي ينبغي على كل مسلم، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون في عقيدته أن يؤمن بأنه سوف يخرج المهدي. على كل من العلامات أيضا التي يظهر فيها أو التي تبين فيها ظهور المهدي فساد الزمان. فإذا فسد الزمان وانتشرت المظالم ووجد القتل وانتشر القتال وانتشرت الفتنة وظهر الشرك وانتشر الربا وأكلت أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى، عندئذ هذه علامة تدل على ظهور أو على خروج المهدي بنص صريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ثبت أيضا في الصحيح من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في أن آخر الزمان ستنتشر المظالم وستنتشر الظلم وسيكثر القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. عندئذ قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قال: يا رسول الله، فماذا تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالشام، عليك بالشام. وهذا الحديث فيه فضل لأهل الشام، إذ أن عند خروج المهدي تتحول الخلافة إلى بيت المقدس بدلا من أن كانت في مكة المكرمة، فتتحول من مكة إلى بيت المقدس، وهذا فيه فضل عظيم لأهل الشام. بل ثبت أيضا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والحديث يحسنه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. فبعد أن ينتشر الظلم وينتشر القتل وتنتشر هذه كلها، يهاجر الناس من مكة والمدينة ومن أنحاء الجزيرة العربية، يهاجرون إلى بيت المقدس إلى بلاد الشام، وهناك يكون الخير مستتب بإذن الله جل وعلا. وبعد أن يخرج ذلك الجيش الذي يقسم الله جل وعلا به الأرض، عندئذ ينتشر علو المهدي فيبايع من جميع أنحاء العالم. ثبت حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عتبة رضي نافع بن عتبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فتفتحونها بإذن الله، ثم تغزون بلاد فارس فتفتحونها بإذن الله، ثم تغزون بلاد الروم فتفتحونها بإذن الله، ثم تغزون الدجال فتفتحوه بإذن الله جل وعلا. هذا الحديث فيه بيان على أن المهدي بإذن الله الواحد الأحد سوف يخوض معارك مع الجزيرة العربية، وسيقوم معركة مع أيضا بلاد فارس وسينتصر عليها بإذن الله، ثم سيقوم معركة مع بلاد الروم وأوروبا وأمريكا وسيفوز عليهم بإذن الله، ثم سيقوم معركة أيضا مع الترك وهم الروس والصين ومنغوليا وهذه البلاد المجاورة وسيفوز.
الله، بل من العجب أن تجد أن الصادق المصدوق لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء دقيقة لا تكاد أن تصدقها. أخبر صلى الله عليه وسلم عن بلاد الروس والصين، أو عن بلاد الصين واليابان وغيرها، قال عنهم تبصل وجوه، أو قال تبصل وجوه، تمسل العيون، حمر الوجوه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا ملاحظ وملموس، لأنك تجد أن كثيرا من أولئك الذين يعيشون في اليابان أو في الصين أن وجوههم طمس، يعني أن وجوههم حمراء وأن أعينهم طمساء وأنهم أيضا تفصل الوجوه، إلى آخر ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذا فيه دلالة قطعية على أن المهدي سوف يخرج في آخر الزمان. المهدي سيخوض أيضا، سيفتح القسطنطينية. المهدي سيخوض معارك أيضا مع الترك، أي مع روسيا والصين، وسيفوز عليهم بإذن الله الواحد الأحد. وهناك تفصيلات لا ينبغي لي أن أذكرها، لأنها من أحب أن يطلع عليها إن شاء الله يراجع كتب الفتن والملاحم بكثير من أهل العلم، ففيها بيان عظيم وإجراء يعني يسير لكل من بصره الله جل وعلا وأراد أن يستزيد معرفة حول هذا الموضوع. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من كان له منا هما ففرج همه، ومن كان له منا دينا فقض دينا، ومن كانت له منا مشكلة ففك عنه مشكلته، ومن كان له منا مريض فاشف له مريضة، ومن كان له منا ميتا فاغفر له ميت فاغفر لميته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. قبل أن نختم أيها الإخوة الكرام، إخوانكم يطلبون منكم أن تمدوا يد العون، فبارك الله في الجميع. يعني أريد منكم أيها الإخوة ألا يخرج رجل منكم إلا ولو يتصدق بسنت واحد. والله أيها الأخ الكريم، ما إن تمت بهذا السنت الذي إذا فضيته في سبيل الله إلا وأعطاك الله أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فمد بيد العون، وحاولوا ألا يلعبن الشيطان على عقولكم، فوالله لهو عدو لكم، إن الشيطان